اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده السكيت اللي مفرح كل الاولاد والاطفال وكمان الكبار لحد مقاس 42. طبعا هو جميل جدا ومميز، والمقاس بتاعه ممكن تكبره او تصغره على حسب مقاس الطفل. بس يا ريت ننبه ونقول ان هو برضه في نفس الوقت ان هو خطر جدا، ممكن يسبب وقعات شديده ولا قدر الله ممكن يبقى فيه كسور. طبعا هو هنا بيبقى مكتوب المقاس، ده مكتوب هنا عليه ام، والام ده بيلبس من اول 35 ل 38. المقاس واضح هنا كده، بيلبس من 35 ل 38. طب ازاي يلبس من 35 ل 38؟ عن طريق الزرار ده، بدوس على الزرار دوت واسحب كده لقدام بقدر اكبره. طبعا نفتح ده كده، ندوس هنا كده ونكبره زي ما انت واخد بالك، وندوس هنا تاني ونصغره. بعد ما احنا بنظبط المقاس اللي هو كده قدام وورا على حسب طول مشط الرجل، تمام، بنسيب البريس دوت بيرجع مكانه تاني، وبنبدا بقى نزود وننقص المقاس عن طريق اللي هو عرض شو الرجل، يعني عرض القدم، عن طريق الاستك او اللي بيسموه لزق الكوتشي، تمام. برده بيبقى جاي معاه رباط بحيث انت لو عايز تربطه من هنا، وطبعا برده بيتضيق من هنا من فوق عشان يمسك على اصابع الرجل. بس بلاش تفتح من هنا، لا هو مديك هنا زي حزام بتقدر تدخله من المكان ده كده، تمام. ما بيفتحش، بيخش اه بس ما بيفتحش او بيضيق ما بيفتحش. عشان نفتحه بندوس هنا بريس كده ونرجعه، فاحنا ايه ما نفتحوش من المكان ده، لا نفتحه من المكان ده. طبعا بنربطه كويس وبنربطه على مقاس الرجل وبعد كده بنلعب بيه. السكيت دوت مخصص، انت ممكن كمان تعمله زوجي، بس حذاري ان انت تعمله زوجي لان الخامه دي بتبقى ضعيفه مش هتستحملك لو انت عملته زوجي. لازم تجيب طقم عجل وتزوده لو انت حبيت تعمله زوجي، بس الافضل نسيبه زي ما هو كده، ما نعملوش زوجي. في حاجات تانية مخصصه للزوجي، هو اصلا بيبقى نازل تصميمه ان هو بيبقى بعجلتين قدام، عجلتين وعجلتين ورا. طبعا الفرامل بتاعته بتبقى بقى موجوده هنا في من الكعب، بس بتبقى في الرجل اليمين بس، تمام. هوريكم برده لون تاني منه، ده لون تاني منه برده، وجبت لكم الفرده التانيه اللي هي بتبقى الفرده اليمين اللي بيبقى واضح فيها هنا الفرامل من ورا، برده فيها نفس البريس اللي هو بيبقى هنا عشان خاطر ازود المقاس اللي هو طول المشط بتاع القدم او اقلله، تمام. وبرده هنا لو نلاحظ البريس دوت هو اللي بيوسع اللي على ماسك اللي ماسك القصبه، وبيبقى مكتوب المقاس هنا كده جوه، ده مكتوب لارج، واللارج ده بيبقى مقاسه من 39 ل 42، تمام. اللارج من 39 ل 42، وهي اكبر حاجه في 42. مش عارف ليه مش عاملين لنا احنا مقاسات كبيره، مش عارف، يعني انا مثلا على مقاس رجلي 44 ونفسي العب سكيت، بس مش عارف العب سكيت عشان مش لاقي المقاس بتاعي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للقناه عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. سعر السكيت ده يعني تقريبا هتلاقيه مثلا من 650 ل 800 جنيه او 850. في انواع تانية من السكيت بتبقى ماركات اعلى من كده، وبيبقى كله بلاستيك ما فيهوش اي حاجه خالص قماش، وبيوصل اسعاره 3500 و4000، وبتلاقي الكاوتشات بتاعته اكبر من كده، والخامه بتاعتها مش رابر مطاطي، لا بتبقى ناشفه اكتر من كده بكتير، تمام. شكرا.